سجن العقرب اللي هو سجن ترى حراسة مشدد. الوضع فيه سيء جدا جدا، سواء انتهاكات او تعذيب او الاهانة اللي بيتعرض لها الاهالي كل زيارة. بس فوق ده كله الزيارات عندهم في اكشاك من ازاز، في حاجز ازاز بيبقى بين الاهل وبين المساجين. مفيش ام تقدر تحضن ابنها، مفيش اب يقدر يحضن ولاده لما بيزوروه. وفوق ده كمان بقالهم اسابيع، اعتقد انه من ساعه التغيير الاخير في وزاره الداخليه والقيادات، بقالهم اسابيع ممنوع الزيارات تماما عن السجن، عن السجن كله بما فيهم الاهالي اللي بيروحوا معاهم تصريح رسمي من النيابه بالزياره. بيتمنعوا من الزياره، بيتمنعوا انه يدخلوا اكل، بيتمنعوا حتى يسيبوا فلوس امانات للولاد. يعني كل ده حاصل في اكتر سجن مشدد واكتر سجن قاسي لنا ان نتخيل ممكن يبقى بيحصل ايه في الولاد دلوقتي جوه السجن، واهاليهم مش عارفين يشوفوهم او يطمنوا عليهم. سجن ابو زعبل كلنا متابعين التعذيب اللي بيحصل فيه وموجه التجدير والتعذيب اللي حصلت بشكل موسع لكل المعتقلين السياسيين هناك. في اهالي من الشباب المعتقلين هيتكلموا ويحكوا هم شهادتهم بالتفصيل. بس انا حقيقي كان نفسي يبقى استاذ ناصر امين موجود هنا زي ما وعد انه هيحضر، عشان افكره بانه معتقلي الثوره، ذكرى الثوره 25 يناير 2014 اللي كان فيهم خالد السيد وناجي وكذا حد من اللي هم كانوا في قضيه الازبكيه، وقتها اتعذبوا تعذيب سيء جدا في سجن ابو زعبل، نفس السجن ده. وقتها الاهالي وكل الناس استغاثوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان، ولما المجلس قدم على طلبات زياره، قدم على طلبات زياره للداخليه وقدر يزورهم، كان بعد اسابيع وايام من وقعه التعذيب، وكان بعد ما اتنقل خالد السيد وناجي لليمان تورا. كمان مش عارفه اذا كنتم متابعين، في شاب اسمه احمد عصام من مصابي الثوره في احداث محمد محمود 2011، وهو دلوقتي معتقل في اسم المطريه اللي هو سلخانه المطريه، وكلنا متابعين كم حالات الوفاه نتيجه التعذيب اللي حصلت في الاسم. وهو معتقل دلوقتي، هو اصيب في محمد محمود برصاص، ورصاص موجود في المخ، ما كانش يقدروا يحصل تدخل جراحي لازاله الرصاصه، فهو عايش برصاصه في مخه، وهو دلوقتي موجود في اسم المطريه والله اعلم بيتعرض ليه. بكرر تاني ان كان نفسي حد من اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان يبقى موجود عشان اقول لهم انه رغم ان انا مدركه ان انا من القله القليله اللي اسرتهم استفادوا من مجهودات المجلس القومي، لان هم حقيقي هم اللي ساعدوني وقت وفاه والدي في ان اخواتي يقدروا يحضروا العزاء، لكن كمان انا مدركه انه ده امتياز مش كل المعتقلين قادرين يوصلوا له. في مئات والاف من المعتقلين محتاجين مساعده زينا واكتر، ما بيقدروش يوصلوا لده. في اهالي كتير منهم عمرو ربيع والدته هتتكلم النهارده، والده توفى وهو في السجن، وقدمنا طلبات واستغاث انه يحضر بس الجنازه او يحضر الدفنه ويحضر العزاء واتمنع. في يعني قصص كتيره جدا بيطالبوا بنفس الحقوق اللي انا اسرتي حصلنا عليها، وده لا المجلس القومي ولا اي حد من القائمين على الحاجات دي قدروا يساعدوهم. فانا كان نفسي اوجه لهم طلب بسيط جدا، اعضاء المجلس القومي المفروض يحاولوا ياخدوا صلاحيه زياره الاقسام في اي وقت. مش الداخليه بتدعي ان هم ملتزمين بالضوابط وبمعايير حقوق الانسان، اعضاء المجلس القومي اللي هو مع الدوله تابع للدوله يقدروا يضغطوا عشان ياخدوا صلاحيه ان هم لو اظهروا هويتهم يدخلوا اي اقسام بوليس في اي وقت. لو قدروا يعملوا ده حقيقي ده ممكن يغير حبه في معدلات التعذيب. مش هيوقف التعذيب بالتاكيد، لان الشرطه دايما هتلاقي طرق ان هي تعذب بيها وتتستر على ده، لكن هيقلل من حاله الفجاجه والبجاحه اللي مسيطره على كل مؤسسات الدوله داخليه ونيابه وقضاء في التعذيب وفي انتهاكات حقوق البني ادم.